التحذير بقى، المهم ما تشتريش من الزغاليل اللي هي فيها العلامه الصفراء دي على انها ولاد الحمام المختوم، يعني هي ما طلعتش من البيضه بالختم ده تمام او بالعلامه دي، دي انتاج مصري. فالموضوع ده هينتشر كتير، وخلي بالك ده فيديو للتحذير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتون، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى. من موضوع فيديو النهاردة موضوعين اتنين. الموضوع الأول إن في ظاهرة انتشرت بيلبسوا ختم أو علامة في جناح الزغلول، هوريها لك دلوقتي بالصور. يا جماعة التنبيه إن العلامة دي مش ختم، وهقول لك برضو بالتفصيل دلوقتي. الموضوع التاني إن في حد بيسأل إن هو شاري شباب أو شاري زغاليل لحم، مثلا شاري جوزين او اربعة جواز طالقهم في الارض زي كده زي الحمام السايب اللي هناك ده، ولسه عليهم اربع او خمس ريشات، هو عايز يعرف الذكر من النتاية، او بيقول ان هو لسه ان هو شاري اربعة طلعهم اربعة ذكور وعايز لهم اربع اناث وهم لسه عليهم اربع ريشات. هنبدأ من موضوع ختم اللحم اللي اتكلمنا فيه كتير، طبعا في ناس كتير ما شافتناش، بس هو الفيديو ده تحذير عشان ما حدش يتنصب عليه يفتكر ان هو ده الختم. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، ده قص زغليل سيلفر من اللي أنا بحضنه تحت الزاجل، فده تحضين الزاجل يا جماعة، دي ميزة إن يكون عندك زاجل. لكن ده مش موضوعنا برضو، الزغلول اللي جاي أبيض في أسود ده أبوه أمه زاجل وأبوه لحم، الأبيض في أسود اللي طالع هناك ده بسم الله ما شاء الله، ده بس عشان الدبح مش للبيع ولا حاجة يعني. طيب هنخش في موضوع اللي هو ختم الشركة الفرنسية، وإزاي تعرف ختم الشركة عشان ما يتنصبش عليك. طبعا دي زغاليل تمام. الظاهره اللي انتشرت وهتنتشر، انا هحط لك صوره دلوقتي، لكن مش المقصود الشخص اللي ناشر الصوره او المنشور ده، المقصود ان انت توعى وتخلي بالك وتعرف يعني ايه ختم الشركه وايه العلامه دي. العلامه دي اللي هو حاططها في الجناح دي كانت بتتحط للمعيز والخرفان عشان يعلموها لما تخرج في الشارع ما تتلخبطش مع المعيز التانية، لكن دي مش ختم، هي بتتحط في الحمام اللحم اللي بختم الشركة الفرنسية، لكن العلامة الناس اللي متابعيني فاهمين الحتة دي من زمان، العلامة اللي في الجناح اللي هي ظاهرة دي غير الختم اللي بيكون مختفي، الختم بيكون مختفي تحت الريش غير العلامة اللي هي بارزة دي تمام كده. يبقى احنا ايه عرفنا الفرق بين الختم وبين العلامة. طيب انت عايز تشتري من الحمام ده، هو الحمام كويس انا ما بعيبش في الحمام، لكن الحمام ملوش علاقة بالختم. الزغاليل اللي انت بتشتريها دي معنى ان انت ملبسها ختم كده وهتقول انها بالختم، لا دي زغاليل مش جاية من فرنسا، فرنسا الختم ده المفروض ان هو بتاع الشركة الفرنسية، فانت ده حمام طالع عندك حتى لو هو الاهالي بتاعته بختم الشركة الفرنسية الحقيقي اللي هسيب لك دلوقتي صورته ان شاء الله، مش هيكون حمام بختم الشركة الفرنسية. خلاص لو انت عايز تشتري من الزغاليل دي اسأل البائع قول له انا عايز اشوف فيديو للاهالي بختم الشركة الفرنسية، انت عندك حمام بختم الشركة الفرنسية؟ ان قال لك توكلنا على الله، قال لك لا يبقى ده حمام عادي زي حمامنا، يعني ما تشتريش جوز الزغاليل ده ب500 ولا ب1000 ولا الاسعار اللي هتسمعها، هتسمع اسعار ان جوز الزغاليل ب500 جنيه عشان هو لابس العلامة دي، او عشان وزنه مثلا هيقول لك كيلو 300، وفي اللي هيقول لك انا عندي بيوصل كيلو 500، ربنا يبارك لهم للجميع، لكن الحمامة اللي بختم الشركة هي اللي بتتباع باسعار عالية، او انتاجها الحمامة اللي بختم الشركة اسمها الجدود، فانت عشان تاخد ولادها اللي هم الابناء فانت بتاخد جيل اول، لو خدت من ولادهم مباشرة جيل اول، خدت من ابنائهم ابناء ولادهم يعني احفادهم فانت خدت الجيل الثاني وهكذا وهكذا. ده هقول لك ايه السبب، ايه اللي يميز الجيل الاول عن الجيل الثاني عن الجيل الثالث. اول حاجه الحمامه اللي بالختم نفسها يورو بيجون، لو دخلت على الموقع بتاعهم هتلاقيهم بيكتبوا يورو بيجون، ده ختم الشركه يا استاذ احمد. وده الرقم بتاعه، ده مختوم في الجناح ما ينفعش يطلع، ده الختم في الجناح اهوت بيتحط على الحمامه، بتحمل كل الصفات الوراثيه لان هي حمامه مهجنه فهي محافظة على الصفات كلها تمام. احنا الحمام اللي عندنا ده اللي انت شايفه ده دلوقتي شغال عندنا في مصر بقاله حوالي 20 سنة او يمكن اكتر، فالصفات دي بتقل تدريجيا، انا مش بعمل كده عشان اقول لك انا عندي احسن حمام، لا هو ممكن يكون اللي هو بيبيعه احسن، هو يكون احسن في ايه بقى؟ لو هو جيل حديث انتاج حديث من الشركة تمام. لذلك كل المربين بيتدور على اللي هو اللي يكون عنده بختم الشركة انه يكون عنده انتاج حديث يكون افضل
علشان يكون محافظ على كل المواصفات. لكن طبعا انت للوقت بتتكلم عشان انا اجيب القص اللي هو بختم الشركة الفرنسية ده هدفع فيه حوالي 20,000 جنيه، لو انا جبته مثلا استيراد من فرنسا ومفيش جوز، بس مفيش حد هيبيع لي جوز، الاستيراد من الشركة الفرنسية اقل شيء اظن ان هي كانت بتبيع 50 جوز، وافتكر انهم رفعوا الكمية اللي حوالي 100 جوز. ما تشتريش، التحذير بقى المهم، ما تشتريش من الزغاليل اللي هي فيها العلامة الصفرة دي على انها ولاد الحمام المختوم، يعني هي ما طلعتش من البيضة بالختم ده تمام او بالعلامة دي، دي انتاج مصري. فالموضوع ده هينتشر كتير، وخلي بالك ده فيديو للتحذير، ده اللي انا اقصد ان انا اقوله لك، بحذرك اشتريه على انه حمام عادي او حمام مميز شوية. لكن يعني ايه مميز؟ هو بيقول مثلا ان الجوز وزنه 1300 جرام، توكلنا على اخده على هذا الاساس ان هو حمام تقيل، انما مش على ان هو ابن انتاج الشركة الفرنسية المباشر. عايز تشتري على انه ابن انتاج الشركة الفرنسية المباشر، هوري لك الختم مش العلامة الزهرة دي، ده اللي انا عايز اكد عليه. الحمام اللي بختم الشركة الفرنسية فيه علامة اللي هي شفتها صفرة ديت في الجناح الخارجة بارزة، وعلامة تانية مخفية ختم بقى مخفي اللي هو بتاع الشركة الفرنسية، يعني اتنين، عايزك تتأكد من التانية. لو التانية ادفع فيه اي فلوس، او هو جايبه وعنده بالختم التاني ادفع فيه اي فلوس، ما اقولكش لا. لكن بالعلامة دي، العلامة دي زي ما قلت لك زي اللي كان بيلبسها المعيز في الشارع. الموضوع التاني، لو انت شاري حمام شباب او زغليل لاحم يعني او اي نوع، عايز تعرف الذكر من النتاية، لان في حد سألني، سيدة سألتني من المتابعين للقناة، بتقول انها اشترت حمام وطلع ذكور، فسألتها الحمام عليه ريش؟ قالت لسه عليه 4 ريشات. طبعا اتكلمت في الموضوع ده كتير يا جماعة، ما تحكمش على الحمام اذا كان ذكور او نتي الا بعد ما يكتمل الريش، لان احسن الغواب ينخدع في الحكاية دي. ممكن هي سألت حد وقال لها ان هم 4 ذكور، واللي باعهم اللي باع لها الحمام غشاه، لكن هم ممكن بعد ما يكتمل الـ4 ريشات يعني لسه قدامهم شهرين، فالمفروض انها تنتظر حتى يكتمل الريش. طيب هي تعرفهم ازاي؟ هي ما تتعبش نفسها ولا حاجة، هي تسيبهم على الارض زي ما انا بعمل كده، ولو حتى عندها سلكات برضو تسيبهم في الارض مع بعضهم لحد ما تلاقي النتاية بتزوف، تاخدها تحبسها، عرفت ان هي نتاية، بيبان جدا الزوفان النتاية على الذكر، ان هي بتجري على الذكر، الذكر يزوم والنتاية بتجري عليه، تمام كده؟ زي ما احنا هنشوف دلوقتي مثلا، ده ذكر اهو بيزوم اهو، لكن ده طبعا عنده ذكورة زيادة كده على السايب، فانا سايبهم مع الزاجل على الارض، الذكورة دي ملهمش نتية، تمام؟ لما تلاقي ذكر بيزوم كده عرفنا ان ده ذكر، لو لقيت نتاية بتجري عليه تعرف ان دي نتاية. فده اللي ما يعرفش يعني مش هيعرف يطلعهم، بس المطلوب منك بس ان انت تقعد وتراقب شوية كده الحمام، هتعرفهم لوحدك، او هو الحمام هيتجوز من بعضهم بدون ان انت ما تتعب نفسك لو انت مربي نوعية واحدة بس. لكن انت ممكن تعلم بقلم في جبهة الحمامة مثلا الذكور تعرف الذكر، تقوم معلمه بقلم احمر، والنتاية تعلمها مثلا بقلم ازرق، يبقى انت كده عرفت الذكر من النتاية، كل ما تشوف ذكر تمسكه وتعلمه، لكن غير كده ما تمسكش، النتاية تمسكها تعلمها والذكر تمسكه وتعلمه، غير كده مش مطلوب منك ان انت تعلم حاجة، تمام؟ طيب تعالوا نوريك المكان اللي انا بشبب فيه برضو، ده المكان ده اللي فيه الحمام برضو اللي هو قرب يشتغل، الحمام اللي لسه الزغاليل بوديها فين؟ في مكان تاني.